بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشرة. حكاية عن ثعلبي قد مر وسط العنب وشاهد العنقود في لون كلون الذهب وغيره من جنسه أسود مثل الرطب، والجوع قد أودى به بعد أذان المغرب، فجاء يبغي أكلة منه ولو بالتعب، سعى فما أمكن أن يطلع فوق الخشب، فراح مثل ما أتى وجوفه في لهب، وقال هذا حسرم رأيته في حلب، قال له العنقود بل خسئت فاذهب يا غبي، طول لسان في الهوى وقصر في الذنب. حكاية خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: هذه حكاية عن ثعلب. عن ثعلب جار ومجرور متعلق بحكاية أو متعلق بنعت محذوف، وشبه الجملة في محل رفع نعت. التقدير: هذه حكاية كائنة أو موجودة عن ثعلب. قد حرف تحقيق، مر فعل وفاعل، وجملة مر في محل جر نعت لثعلب. وسط ظرف مكان وهو مضاف، العنب مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمر. وحرف عطف، شاهد فعل وفاعل، العنقود مفعول به، في لون جار ومجرور متعلق بشاهد، كلون جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وشبه الجملة في محل جر نعت للون. ولون مضاف، الذهب مضاف إليه، وحرف عطف غيره معطوف على العنقود، وهو مضاف، هو مضاف إليه، من جنس جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وشبه الجملة في محل نصب نعت لغيره، وجنس مضاف هي مضاف إليه، أسود حال من غيره، مثل نعت لأسود، أو تقول مثل حال ثانية، وهو مضاف، الرطب مضاف إليه. الواو حالية، الجوع مبتدأ، قاد حرف تحقيق، عود فعل ماض، خبر المبتدأ، وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ، به جار ومجرور متعلق بأودى بعد ظرف زمانين، وهو مضاف، أزال مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بأودى. وآذان مضاف، المغرب مضاف إليه. الفاء حرف عطف، جاء فعل وفاعل، وجملة جاء جواب الشرط. يبغي فعل وفاعل، وجملة يبغي في محل نصب حال من الضمير المستتر في جاء، أكلة مفعول به ليبغي، منه جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت لأكلة. وحرف عطف، لو حرف الشرط، بالتعب جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل فعل الشرط. التقدير: ولو كان بالتعب. سعى فعل وفاعل، فحرف عطف، ما نافية، أمكن فعل ماض، أن ناصبة، يطلع فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل أمكن. أو تقول أن يطلع في محل نصب مفعول به لسعى، وجملة فما أمكن محلها بعد أن يطلع فوق الخشب، أي سعى أن يطلع فوق الخشب فما أمكن. فوق ظرف مكان وهو مضاف، الخشب مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بيطلع. فحرف عطف، راح فعل وفاعل، مثل ظرف مكان وهو متعلق براحة. ما مستلية، أتى فعل وفاعل، وما المستلية وما بعدها في محل جر مضاف إليه. الواو حالية، جوفه مبتدأ وهو مضاف، هو مضاف إليه، في لهب جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال. وحرف عطف، قال فعل وفاعل، هذا اسم إشارة مبتدأ، حسرم خبر المبتدأ، وهو خبر أول، رأيت فعل والتاء فاعل، وجملة رأيت خبر ثاني، هو مفعول به. أو تقول حسرم منعوت، وجملة رأيت في محل رفع نعت لحسرم، والهاء ضمير متصل مفعول به، في حلب جار ومجرور متعلق برأيت، قال فعل ماض،
له جار ومجرور متعلق بقال العنقود فاعل قال بل حرف عطف خسعت فعل والتاء فاعل الفاء حرف استئناف أو حرف للفصيحة اذهب فعل وفاعل يا حرف نداء غاب منادى طول لسان طول مبتدأ وهو مضاف لسان مضاف إليه في الهوى جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ وحرف عطف قصر مبتدأ والتنوين عوض عن مضاف إليه وهو محذوف التقدير قصر لسان في الذنب جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ والله أعلم بالصواب.